عايز اهدي الجائزه دي لنادي الزمالك. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمنى في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنسان، وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد يرمي ويصيب الأهداف.